السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، اليوم راح نتعلم شلون نصلح بطاريات الليثيوم. هاي البطارية اللي تعطل بسبب الحرارة، الشحن الزايد اللي سلط عليها أو التفريغ المفرط أيضا، وبسببه راح يصير الولف ماله، الصمام اللي موجود برأس البطارية راح يقفل ويعزل عن الموصل اللي فوق. فإحنا هذه البطارية هاي الليثيوم إذا نعطيها كهرباء أزيد من اللازم والوقت هواي وحرارة زايدة، الحرارة شو راح تسوي؟ راح تخلي الدهن اللي موجود بداخل البطارية يتبخر. الدهن بدوره شو يسوي؟ يصير ضغط على الصمام، الصمام اللي موجود بمكان ما هو كابس للأسفل الموصل راح يدفع روحه نحو الأعلى، الطاسة مالته تنقلب تصير بالعكس، فيعزل عن هذا الموصل مثل ما قلنا. والتفريغ الزايد، التفريغ المفرط او الحمل الزايد، ويعني نقول اذا نريد نركز ونقول اضبط، هو الحمل الزايد، لان الحمل الزايد هو راح يخلي البطاريه تحمى، يصير بها حماوه حراره. الحراره نفس الحاله تبخر الزيت وترفع الغطاء مال الصمام مال البطاريه وتعكسه بنفس الجهه، تعكسه لي فوق وراح يفصل ويعزل. البطاريات هاي يعني لا تستهزئ بها، لها قيمه ولها لها قوة كلش قوية، هي البطاريات ومفيدة، لها منفعة كلش قوية، وقاعد نستخدمها موجودات بطاريات اللابتوب أو بطاريات المصابيح هاي الشحن. يعني هسه شوفوا هسه البطاريات هواي، إذا أريد نعرف مثل بطاريات الشحن تكون بهالشكل، هاي البطاريات اللي تستخدم داخل المصابيح، هاي داخل المصابيح اللدات اللي بيعوها بالسوق، هاي كاتبين عليها القيمة مالتها 2000 ملي أمبير موجود هنا، و3.7 فولت. وهذا النوع هو مال لابتوبات، فهي أنواع هواي، وأكثرها قلت لكم هي تعطل بسبب الحرارة، التفريغ المفرط يعني الحرارة، الحمل الهواي الزايد أو الشحن الزايد. ومثل فحصنا كل مرة نخلي الفولت ميتر على 20 فولت وندي فحص. هسه البطارية أول وحدة عندنا تشتغل إذا أفحصها 3.2 فولت، اللي بعدها مصفرة ماكو، اللي بعدها 1.17 فولت، لكن هاي الكهرباء وهمية، لأن أنا فحصتها بمصباح ما وجدت بها أي فولت موجود، ماكو بها، يعني مو مثل هاي البطارية اللي راح أفحصها قدامكم، اشتغل قلوب. لكن هاي بنخلي عليها ما يشتغل، يعني هاي الكهرباء اللي موجودة بين هي كهرباء وهمية، ينطر قراءة لكن القراءة ما بها اي امبير، مجرد توصيل حثي ضعيف، حاصل كيلن ما بين اي فولتية، ما بين كهرباء كلها مو حقيقية، فقط هاي لان هاي البطارية ما بها شيء وتشتغل. هسه نبدي نعيد تصليح هاي البطاريات. البطارية هاي الفكرة من تصليحها انه هاي البطارية اذا ضغطت الصمام مالها بشي مدبب، اذا ضغطت هنا راح شنو يصير؟ راح اثقب الرأس مال القفل هذا الموجود هنا الولف، راح اثقبه، اذا انثقب صار بي يظل يطلع ينفس الدهن اللي موجود بداخلها، اكو بداخلها زيت دهن، يظل يطلع الدهن، وكلكم تعرفون اكو بداخلها دهن، واللي يعني ما متأكد يجرب هاي الحالة ويشوفها. فما أنصح أنك تأخذها بالدرنفيس الحاد أو الأبرة أو أي شيء وتطلع الغاز اللي موجود على مود الولف يرجع، لأن قلنا يصير تسرب مال دهن وسببنا مشكلة. فإحنا إيش راح نستخدم؟ راح نستخدم رأس مو مدبب، يعني مثل هذا هسه برغي، هذا برغي عندنا، هذا البرغي، ونضغط به على رأس البرغي منه، رأس البطارية نضغط به ونشده بمصباح، وراح أرويكم شلون طريقة نشده بمصباح. قبل كل شيء هذا المصباح عندنا هو 12 فولت، 12 أو أقل من 12، المهم هو يعطينا إشارة بأن الفولت وصل مال البطارية، بأن الولف وصل، فنشده بهذا الشكل على البرغي منه، ونشده ونخلي المصباح بهذا الشكل، ونروح هسه على المنقنة، على الملزمة أو المنقنة. اللي راح نسوي بالمنقنة هو هاي الرؤوس مال البطاريات
منها مثل ما تشوفونها كل شيء ما بيها سهي رأس البطارية. راح أضغط عليها بالمنقنة هذا الشكل، حتى بعد شوي تشوفون راح تنزل شلون راح ننزل الرؤوس مع البطاريات هذا الشكل. بعدها ما مضغوطة الرؤوس. بعد ما ضغطت الرؤوس بالمنقنة هنا صار بهذا الشكل. إذا تلاحظون الضغط يكون بالمنتصف عدل بنص البطارية، لكن هاي البطارية الأخيرة إذا تشوفونها الضغط صار بالطرف فعطلت عندي، طلعت السائل مالها الدهن، فهاي البطارية تلفت بسبب إن الحركة مالت البرغي اللي خليته ينزل صار جانبي. وهسه راح نكمل شلون نرفع الرؤوس مالتها مال ذني البطاريات. درنا فيش مدبب مثل هذا، بعدها نجيب درنا فيش ثاني بهذا الشكل ونخليه هنا يصير بهاي الفتحة ونرفع لي فوق. نرفع رأس البطارية بهذا الشكل. حتى إذا نفحص البطارية هسه نشوفها تشتغل. اشتغلت. وإذا نركبها على ماطور رجعت قوية كالأول، كل شيء ما فيها. وهاي بطارية ثانية هم مسويها هون، والدهن اللي بداخلها ما طلع، بس الغاز شوية رفعنا الولف مالها وراح أكمل رفع البطاريات الباقيات. شو صوتها؟ وهاي بعد ما كملناها نفحص الفولتيات اللي بيهن ونشوف هل هي الكهرباء حقيقية لو وهمية. واشتغلن وهاي قراءته 2 وايضا يشتغل. الحمد لله اشتغلن كلهن. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو، هاي الطريقة اللي تعلمناها اليوم.
شكرا لكل من تابعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.